برحب فيكم عبر برنامج كلنا سوا مع المغتربين اللي هو عبر تلفزيون ام سي جولد تي في. هيدا الشو لاول مره يقام بكندا وراح يبلش برنامجنا بهيدي السهره. شركة طرابكم دعتنا لنكون راعي إعلامي لهيدا السهرة مع جوزيف عطية ومي مطر. ما في منهم السهرة كتير اليوم راح تكون كتير 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 مميزة لأنه فيها فواصل بين جوزيف عطية نقلة للغنية اللبنانية اللي هي لبنان راح يرجع وهو نجم ستار أكاديمي، ومي مطر مطربة مغنية التحدي اللي تحدد طبعا بكل احترام للأستاذ الكبير محمد اسكندر، هو تحدي فني وبالغنية جاست. برحب فيكم وبنشوفكم بالسهرة وخلوكم معنا كلنا سوا. بدي تطرح بدي آرائكم لأنه عجبتكم الكلمة لوجو البرنامج هو كلنا سوا. شكرا لكم. شرقوها لو بعدوها بعيوني رح تضل، لو منعوها لو حبسوها لو جبروها من بدا ما بتفتح. اوعى تشغل بها ما بترك هالحال، انا والله كرمها لا رح تتحسنك. جوزيف عطية الحمد لله على السلامة، لقيناك بالمطار وهلا عم انتقلك بعد السهرة. برنامج كلنا سوا حب يغطي كل سهرتك مع شركة طرابكم وتلفزيون ام سي جولد تي في. بنرحب فيك مرة تانية مسيو جوزيف، وطيب اعطيني رأيك اليوم بعد السهرة. طيب شو رأيك؟ مش انا اعطيك رأيي، جمهور موجود. شو رأيكم بالسهرة؟ وعلينا سيادو وهالبيت العمران شعشعنا سراجو ومسن يشتاق الناس. وعلينا سيادو وهالبيت العمران شعشعنا سراجو ومشعشعنا سراجو ومشعشعنا سراجو ومشعشعنا مساء الخير عبر برنامج كلنا سوا مع المغتربين وتلفزيون ام سي جولد. بدنا نرحب بمي مطر وبالجوله الفنيه اللي عم تعملها مع شركه طرابكم. اهلا وسهلا فيكي مي، نحن التقينا بالمطار وعم نلتقيكي قبل ما تطلعي على ستيج. اهلا وسهلا فيكم مرتين، يعطيكم الف عافيه. ثانك يو. مي مطر انت مميزه، كل العالم عم اخذت منهم انترفيو عم بيقولوا لي الكل اخذت لنا حقنا، النسوان بالاخص. شو قصه اخذت لنا حقنا؟ اخذ حقهم وهلا طلع ياخذ حقهم بكندا. اوه ماي جاد، يعني رجال ما لهم نصيب. لا لهم نصيب، كلهم لهم نصيب. تعرفت انا بدي اخذ رايك بكلمه كلنا سوا. كلنا سوا شو بتعني لك بهيدا الايفنت؟
كلنا سوا عرب. يا برافو عليك، يعطيك العافية ماي مطر، إن شاء الله نشوفك هلأ ونغطي لك مغنية، وما بعرف بتشرف تعرفنا عليك هون، بتشكر شركة تراكم مرة تانية. ثانك يو لك، موفقة أنت إن شاء الله على المسرح، وكل جمهورك عم يستناك. ثانك يو لكم ولتراكم. تقلي لهم باي لك MC Gold TV. باي MC Gold TV. يا سي يو، باي باي. أكيد رح توفي بالوعد، زقفة كبيرة واستقبال حار للفنانة ماي مطر. شوف الرياكشن عن كلمة كلنا سوا، أنا بدي تصويت لكلمة كلنا سوا، أنا حبيتها، بس كمان بيهمني أنتو جمهور تقولوا لي عنها إنه إذا كلنا سوا كلمة مليحة ولا لا. بشوفكم بحبكم.